أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، رمضان كريم. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء صافية إلى مغشات عموما وخاصة حارة على المناطق الوسطى والغربية، أما على الجنوب أجواء مشمسة وصحوة، عدا السحب ستنتشر من النوع العالي على أقصى الجنوب مرتفعات الهجار وتصل وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي مع تطاير للرمال خاصة على الصحراء الوسطى. درجات الحرارة خلال هذه الليلة إن شاء الله نرتقي بمقاييس ما بين 10 درجات إلى غاية 16 درجة على المناطق الشمالية، 22 درجة على كل من بسكرة، لواد، غردايا، تندوف، إليزي، تمنراست، وجانيت، لترتفع لغاية 31 درجة كالمقياس على برج باجي مختار وحتى على عين قزام. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى في ارتفاع، درجات الحرارة تفوق المعدل الفصلي تصل لغاية 37 درجة كالمقياس على غليزان، سيدي بلعباس، 30 درجة على وهران حتى على مستغانم، 30 درجة هنا بالعاصمة، بومرداس، تيبازا، البويرة، تيزي وزو، مقاييس ما بين 25 درجة إلى 29 درجة على المناطق الشرقية، 35 على بسكرة، 30 على غردية وحتى على بشار، نفس المقياس على تمنراست وجانيت، مقاييس ما بين 40 درجة إلى 41 درجة على الصحراء الوسطى، دائما على مقياس على أقصى الجنوب مع 44 درجة على برج باجي مختار وحتى على عين قزام. البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة ضمن التيارات شمالية غربية على الواجهة الشرقية تميل إلى شمالية شرقية على كل من السواحل الوسطى وكذلك المناطق الغربية. أما عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في تمام 5:53 دقيقة، ولأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. شكرا على المتابعة، صحة صيامكم، صحة فطوركم، والسلام عليكم.